البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك هو القرار الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخراً على خلفية الارتفاع غير مبرر لأسعار الخضر والفواكه. ترخيص رحب به العاملون في القطاع مطالبين بوضع ميكانيزمات مختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة. بلدية بورشكيفان عندنا زوج نقطات بيع يعني من الفلاح للمستهلك، وعلى مستوى الوطني كاين 500 نقطة. حنا ماذا بينا يكون تنسيق، تنسيق يعني كاين سيب ديفيزيون الغرفة الفلاحية اللي تنسق على بال الفلاحين واش عندها وعلى بالهم واش كاين الفلاح واش راه ينتج. بالنسبة للفلاحين كذلك هذه فرصة باش يتكونوا في تعاونيات، والأمر ولا القرار اللي اتخذته السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة التجارة في بالسماح أو الترخيص للفلاحين وللمربين باش يبيعوا منتوجاتهم مباشرة سواء في تسواق الجملة ولا للمواطن، كذلك الغرض منه هو تكوين هذه التعاونيات وتنظيم الفلاحين باش ثانيك الانتهازيين وهذو مصاصين الدماء ينقصوا نقضيوا عليهم. اقتناء السلع الفلاحية من المنتج مباشرة لا يساعد على تخفيض الأسعار فحسب، وإنما فرصة للحصول على سلع طازجة في نظر المستهلك. هذا الإجراء اللي دارته حاجة مليحة، حاجة مليحة كميم الفلاح كي تكون كي توجد له الأخرى منها يبي حديرك من الفلاح ديرك للمستهلك. احنا رانا اسمع كل مومون صبنا روحت هنا لاباس. لي بري ابوبري سي سون لي ميم. لافونتاج هنايا سي كو تخير تدي لا كاليتي. الترخيص للفلاحين ببيع سلعتهم مباشرة للمستهلك لا يعني بالضرورة تحقيق فارق كبير في الأسعار لأسباب عدة حسب الفلاحين. أنا هذا الفلفل باش شريته كنت نشريه ب 500 5 دينار للبلونت، دوك وليت نشريه 15 دينار. البلاستيك كنت نشريه بسومة أرخص، دوك ولا 40% زاد. نشوف الهامش الربح تاعي ما نزيدش فوق عليها، ما نزيدش عليها. إجراء يهدف إلى التحكم في المضاربة التي يفتعلها الوسطاء الغير قانونيين، ولكن تحقيق الهدف المسطر يتطلب عدة شروط أهمها تنسيق بين كل القطاعات ووضع الآليات اللازمة لإنجاحه. كاين هذا الدخلاء وهذا الانتهازيين في كثير من الأحيان ما عندهم حتى علاقة مع الفلاحة ولا مع المواد الفلاحية الطازجة. واحد دار شوية دراهم يروح يشري بما يسمى مثلا بلافونت سور بي، هذا غير مقبول. درك وزارة التجارة وحدها ما هيش رايحة تقدر باش تطوق هذا الظواهر. قطاعات الوزارية كلها معنية، إضافة إلى ذلك المجهودات اليوم راهي مبذولة من طرف مصالح الأمن. أخلاقة العمل التجاري من خلال تأثير التجارة يعد من بين الآليات لتنظيم الأسواق والتحكم في الأسعار التي تشهد ارتفاع غير مبرر في كثير من الأحيان.